طبعا يعني زي ما الهواد ابتدت تقول لحضراتكم تاريخ المواجهات، اخر بقى 4 مرات كانت 4 مرات متتاليه ابتداء من 2020 في قطر لو حضراتكم فاكرين. النادي الاهلي طبعا وقتها تاهل لنصف النهائي وواجهنا وقتها بايرن ميونخ الالماني وخسر المباراه بنتيجه 2-0. النادي الاهلي هو اللي خسر بنتيجه 2-0. ثم بعدها لعبنا على المركز الثالث امام بالميراس البرازيلي تعادلنا، وبعديها الفرقتين لعبوا ركلات الترجيح ودي طبعا حسمها وقتها النادي الاهلي بنتيجه 3-2 ليحصد تاني برونزيه في تاريخ النادي الاهلي. كمان السنه اللي بعديها نسخه 2021 في دوله الامارات العربيه الشقيقه تاهل النادي الاهلي لنصف النهائي، واجهنا وقتها بالميراس البرازيلي مره اخرى، خسرنا المباراه بنتيجه 2-0 طبعا ليذهب النادي الاهلي لمباراه تحديد المركز الثالث. لعبنا وقتها ماتش عالمي قدام الهلال السعودي فزنا يوميها بنتيجه 4-0، وتقريبا ده اكبر انتصار للنادي الاهلي في هذه البطوله، حصدنا وقتها البرونزيه الثالثه في تاريخ النادي الاهلي. اخر نسخه بقى 2022 كانت في المغرب، تاهل الاهلي لنصف النهائي لمواجهه ريال مدريد، وقتها طبعا خسرنا بنتيجه ثقيله، خسرنا 4-1، وبعد كده لعبنا على تحديد المركز الثالث والرابع، وخسر النادي الاهلي من نادي فلامينجو البرازيلي لينهي البطوله في المركز الرابع. والمرة السادسة اهي النهاردة ان شاء الله، وربنا بإذن الله يكتب لنا الخير والنصر ونكتب تاريخ جديد كمان مع النادي الاهلي ونتأهل للنهائي للمرة الاولى.